هاد الوليد هذا بغى الله، انت هو اللي خصك تصبر وليداتك، الله يعودكم فيه، الله يعودكم، الله يعودكم. بركة في راسك. ولدي سميتو مذكوري محمد، راه جا مع صحابو مشاو هربو وخلاوه الحوايج ديالو، مشاو التليفون و 20000 ريال في الجيب ديالو كلشي مشى. شكون اللي قال لكم راه السي ولدكم مات؟ واحد من صحابو هذوك اللي كاينين معاه اللي غوت علينا، غوت على ولدي الكبير، قالوا ولدي محمد راه مات، وجينا كنجريو وبتنا النهار كامل هنا حتى المغرب عاد مشينا. منين المنطقة انتوما بالضبط؟ ها منين تسمر؟ اييه الحوايج ديالو جابوا لك الحوايج؟ ما دو لا حوايج لا ولا كلشي مشى، حتى حاجه ما بانت، حتى حاجه ما بانت. هذوك الدراري صحابو اللي كانوا معاه فين كاينين دابا؟ كاينين في الديور ديالهم، راه جيران ديالنا. تاوزوا عندك عزيز عليك بزاف بزاف اخويا. شحال في عمرك؟ 24. 24 والله مسكين. الله يرحمه. انا حنين. حنين مسكين. حنين ما كيوصل حد، ما كيتعارك، ما كيجي في صداع والو. قال لكم غيجيعهم شويه هنا؟ قالها لي انا. قالها لك. انت ولدي فين غادي؟ قال لك غادي للبرج. شكون غادي يديك اولدي؟ قال لك غادي خنا وطوال شيخ الطاب. هذا هو اللي كنا مبيني بينو. السلام عليكم. خويا كان معايا ما كيخسر ليا والو. جا هنايا غرق في هذا البراج. كنطلبوا من شي محسنين حنا غادراوش الا بغاو يعاونونا الله يرحم والديه. هادشي من كيفاش لقيتوا الخبر ملي اول مره ملي طاح؟ عيط لي الصديق ديالو. الصديق ديالو جا عندكم حتى للدار؟ لا عيط لي في التليفون. عيط لي في التليفون. لقيت الخبر. الحوايج ولا فلوس؟ لا لا حوايج مازال ما لقيناهمش. الدراري اللي كانوا كيعوموا معاه ما حاولوش ينقذوه قبل ما يشافوه؟ لا ما تيعرفوش. هربوا وسمحوا فيه. شي شي شحال انتما في عائله؟ نقول شي والله صافي زيد شي 8. هو الصغير؟ هو الصغير. هو الصغير فيكم مسكين؟ هو الصغير. كنطلبوا الرحمه هادشي اللي عندي. الله يرحمه. الله يرحمه. الوليدي الحسين من ايت سمر
قيادات الحديت ميمون. كنا جالسين تما في ديك البلاصه في السد، حتى جا عندنا ذاك الولد، حنا كاينين ب 12، حتى جا عندنا هذا الولد قلنا ليه جلس معنا، قال لك لا. واحد لقيته مشى كيعوم، ضربنا فيه الفقيد لقيناه مشى غرق. وتما هزيت انا التليفون عيطت على اخوه قلت ليه راه اخوك راه غرق. علاش شي وحدين هربوا؟ حيت خافوا على راسهم. الوقيته اللي كان غرق ما كانش شي واحد زعما تما يقول ندخل ننقذوا؟ لا ما كاينينش، الدراري كاملين هربوا، هربوا الدراري كاملين هربوا. وسمعنا بان الحوايج ديالهم ما بقاوش تما، التليفون الحوايج ما عرفناش فين حطهم. الحوايج ما عرفناش فين حطهم، فاش هربوا الدراري كل واحد داز على الحوايج ما عرفناش فين حطهم. دابا بقى تيقول لنا راه مشاو لي الحوايج ومشاو لي الفلوس ومشاو لي التليفون. ودابا اي حاجه غتوقع كل واحد، دابا كل واحد والهضره ديالو، راه كيقولوا راه هما اللي قتلوه هما اللي. شنو السبب الحقيقي اللي خلاكم تمشيو لهذا الشيء الصدفه؟ واه مع هذا الصد، مع هذا الصد، مع الحراره مشينا. هذا الشيء اللي كاين.